الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة اشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأولاني الناس اللي ما عندهاش لغة. ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة، بس الأول نشوف التعليق أو أحدث تعليقات اللي وصلت لنا على القناة. السؤال أو التعليق، ملاحظة فقط، السؤال رقم 5 فيها ترافيكو فيرو. فيها ترافيكو يعني فيرو؟ لا، أنا يا جماعة نبقى نسمع الفيديو للآخر عشان أنا بقول أي سؤال بالنسبة لزونة ترافيكو ليميتاتو، أي سؤال فيه كلمة ترافيكو بيبقى فيرو، باستثناء سؤال واحد فيه كلمة ترافيكو بس هتبقى فالسو. إيه هو السؤال اللي فيه انتنس ترافيكو؟ مع كلمة ترافيكو في كلمة انتنس، ازدحام، يبقى دي فالسو. يبقى ده الاستثناء الوحيد اللي فيه كلمة ترافيكو وهيبقى فالسو. أنا بقول كله ترافيكو فيرو ما عدا سؤال واحد فيه كلمة ترافيكو وهقول عليه فالسو. ليه؟ لأن معاه كلمة انتنسو، طالما معاه كلمة انتنسو يبقى هقول فالسو. شكرا جزيلا لصاحب التعليق. ندخل في إشارتنا النهاردة، معانا إشارة مهمة جدا، اسبية دي البطارية أو مؤشر البطارية، أدي علامة البطارية. اسبية دي البطارية مؤشر البطارية، جزئية من الباب 22، مؤشر البطارية. طبعا الجزئية دي مهمة جدا جدا جدا، وعايزين نسهل الموضوع ونعرف نحل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على سبية دي بطارية أو مؤشر البطارية. أنا جايب لك النهاردة تقريبا تعتبر كلمة أو كلمتين. جيناتوري، اللي جيناتوري اللي هو مولد الكهرباء، والترناتوري اللي هو المولد، اللي تنزل بعضه الجيناتوري أو الترناتوري. الجيناتوري أو الالترناتوري، الترناتوري، جيناتوري، جينيراتوري، الترناتوري، الاثنين بمعنى كلمة مولد كهرباء، المولد أو المولد. الكلمة الثانية كلمة بريفيزيتو، بريفيزيتو، بريفيزيتو اللي هو من المتوقع، بريفيزيتو اللي هو من المتوقع. يبقى الثلاث كلمات ده هم أساس حل الأسئلة بتاعت الجزئية السيمبول دي البطارية، مؤشر أو السبية دي البطارية، مؤشر البطارية. لقيت واحدة من الثلاثة ده هي في أي سؤال هقول فيرو، ما لقيتش كلمة من الثلاثة هنقول له فالسو. طب إيه رأيكم بقى ندخل على الأسئلة ونشوف الكلام ده بيتطبق إزاي عملي في حل الأسئلة؟ شوف مع بعض كده السؤال الأولاني بيقول إيه. أدا البطارية، محتاج أعرف الثلاث كلمات. أول حاجة الجينيراتوري، الجينيراتوري اللي هو مولد الكهرباء، الجينيراتوري، الجينيراتوري مولد الكهرباء، أهي أقول له فيرو. السؤال الثاني كلمة بيرافيزيتو، بيرافيزيتو اللي هو من المتوقع أو من التوقع أو من المتوقع، كلمة كوم بيرافيزيتو اللي هو من المتوقع، أقول له فيرو. الكلمة الثالثة أو السؤال الثالث الترناتوري، الترناتوري اللي هو مولد أو المولد، يبقى الاثنين زي بعضهم هقول له فيرو. رقم 4 الترناتوري اللي هو المولد برضه يبقى فيرو. 5 أدور على كلمة من الكلمات الثلاثة الجينيراتوري أو الترناتوري أو برافيزيتو، مش موجودة واحدة من الثلاثة يبقى فالسو. برضه رقم 6 نحاول ندور على كلمة من الثلاثة مش موجودين نقول له فالسو. طب رقم 7 أدور معايا كده على كلمة من الكلمات التلاتة مش موجودة أقول له فالسو. طب رقم 8 نحاول ندور على كلمة الجينيراتوري مش موجودة، الترناتوري مش موجودة، بريفيزيتو مش موجودة، يبقى هقول له فالسو. يبقى كده إحنا حلينا كام سؤال؟ حلينا
8 أسئلة اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن تجيلي على جزئية السيمبول للبطارية أو اسبية البطارية مؤشر أو علامة البطارية. حليناهم بكم كلمة؟ حليناهم بجنراتوري والترناتوري وبريفيزيتو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد. لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.